بسم الله الرحمن الرحيم، هنشرح مع بعض إن شاء الله جزء التفريعات. في البداية عايزين نعرف أنواع التفريعات إيه. إحنا عندنا 10 رسومات، 10 رسومات دول بقسمهم 8 رسومات خط مفرد ورسمة تفريعات خط مزدوج ورسمة سكك مخازن. الخط المفرد على حسب هل القطر عايز يغير مساره ولا مساره ثابت ولا مساره ثابت أو متغير. يعني إيه؟ يعني لو القطر ماشي في الاتجاه ده وعايز وفي قطر تاني جاي من تحت وعايز يغير مساره ويلتحم معاه، فهضطر اعمل هنا مفتاح عشان اسمح له ان هو يدخل على السكه الجديد. لو عملت مفتاحين قصاد بعض عكس بعض يعني بالتماثل، فبقى اسمها تحويله. لو عملت تحويلتين عكس بعض بقى اسمها مقص متماثل. او لو الطول اللي فوق او البعد اللي فوق بين المفتاحين اللي فوق مش زي البعد بين المفتاحين اللي تحت، بقى اسمها مقص غير متماثل. فكده التحويله عباره عن مفتاحين والمقص عباره عن تحويلتين. ده لو القطر عايز يغير المسار. لو القطر مساره ثابت، يعني قطرين بيتقاطعوا مع بعض بس كل واحد ماشي في مساره ثابت، بقى اسمها تغطية. والتغطية يا اما على المايل يا اما على العمودي او على التعامد. لو عايز بقى اعمل احتمالين للقطر، يا اما يمشي طوالي يا اما يلف ويغير مساره، فهعمل حاجة اسمها مفصلة. والمفصلة في منها نوعين، يا مفرد يا مجبس، على حسب لو عندي مفتاح واحد او مفتاحين. اخر قبل بعد كده التفريع ده خط مزدوج. عندي هنا مثلا الاتجاه ده لو طالع والاتجاه ده لو نازل. القطر وهو طالع عايز يلف ويدخل على السكة دي، فهعمل له هنا مفتاح. والقطر هنا وهو نازل عايز يلف وينزل، هعمل له هنا كمان مفتاح. لكن هنا في قطر ماشي في الاتجاه ده وقطر ماشي في الاتجاه ده، الاتنين ما دخلوش في طريق بعض او ما دخلوش على سكة بعض، يعني ما حدش فيهم غير مساره، فهعمل لهم تغطية. كل واحد ماشي في مساره ثابت. اخر حاجة سكك المخازن. انا عندي القطر يا اما يمشي في يا اما يخش المخزن ده، يا اما ينزل يخش المخزن ده، يا اما ينزل يخش المخزن ده، يا اما ينزل يخش المخزن ده. كل مرة بيفكر فيها ان هو يخش المخزن او لا، لازم احط له فيها مفتاح. هنا مفتاح عشان يا اما يخش طوال يا اما ينزل تحت. هنا مفتاح يا اما ينزل طوال يا اما يخش تحت. هنا مفتاح يا اما يخش طوال يا اما ينزل تحت. اخر حاجة مش هحط هنا مفتاح عشان هو قداموش غير حل واحد، ان هو يخش المخزن الاخير. فرسمة المخازن عبارة عن 4 مفاريع او 3 مفاريع. نبدأ ان شاء الله بأول رسمة، رسمة المفتاح، وهي اهم رسمة عشان الباقي معتمد عليها. لو عندي مثلا سكة في الاتجاه ده وفي سكة مايلة عليها في الاتجاه ده كده، اول حاجة في الرسم بيكون سكتش، بس راعي في السكتش المسافات تكون متناسبة. يعني ايه؟ يعني عندي هنا البعد ده بسميه جي، البعد ده برضو بسميه جي. لازم المسافتين يبقوا زي بعض او قريبين من بعض، مينفعش تعمل واحدة كبيرة اوي واحدة صغيرة اوي. تاني حاجة بعمل بخط خفيف المكان اللي هرسم فيه المفتاح، البداية وهنا النهاية. بعدين بحدد مكان الإبر. بحدده ازاي؟ مع الزاوية المنفرجة. هنا عندي زاوية منفرجة وهنا زاوية حادة، بحط خط الإبر مع الزاوية المنفرجة. تمام. بعدين بعمل مثلا أول إبرة وبعمل تاني إبرة، وبعدين بعمل الكيرف القضيب كيرف وقضيب أفقي. ليه ده؟ القضيب الكيرف عشان القطر اللي عايز اللي جاي من تحت وعايز يلف يخش شمال اليمين، والقضيب الافقي عشان القطر اللي عايز يكمل في مساره عادي. فانا كده عملت قضيب للسكتين مع بعض. واخر حاجة مع كل قضيب بينتهي بحاجة اسمها جناح، وهنا حاجة اسمها جناح. هو القضيب بيجي كله على بعضه حتة واحدة، يعني فلازم افصله عن السكة الرئيسية، وبحط وسط كل جناح معوجة عشان بس يبقى السكة هنا متماثلة، الجنبين ليهم نفس السمك. هنا في قضيب وقضيب صغير، وهنا في قضيب وقضيب صغير اللي هو الجناح. بالمثل هنا برضو هنزل كده عمودي واحط قدامه معوج. واخر حاجة بتقل على السكة الرئيسية. هنا الخط اللي فوق مستمر، هنا الخط ده برضو مستمر متقاطع كده زاوية حادة. هنا في كيرف للمفتاح، لازم اعمل قدامه كيرف للسكة الرئيسية. فهعمل هنا كيرف كده للسكة الرئيسية، وبعدين اكمل على استقامته، وتحت يكمل على استقامته. احنا كده خلصنا المفتاح. كده المفتاح عبارة عن ايه؟ اول حاجة بحدد مكانه، بعدين بحدد مكان الابر عن طريق الزاوية المنفرجة، بعدين
برسم قضيب، برسم الإبرة نفسها، وبعدين قضيب كيرف وقضيب أفقي، وبرسم أجناح وجناح، وقصاد كل جناح برسم عوج. آخر حاجة بتقل على السكة الرئيسية. دي كده أول رسمة اللي هي رسمة المفتاح. تاني رسمة معانا اللي هي رسمة التغطية. رسمة التغطية أسهل من المفتاح. عبارة عن إيه؟ عندي سكتين كده بيتقاطعوا مع بعض، وزي ما قلنا كل واحد فيهم ماشي في مساره ثابت، وبرضه المسافة دي هي جي والمسافة دي هي جي. هاجي هنا عشان ما ينفعش احط الاربع قضبان فوق بعض او قضيبين فوق بعض، باجي اقطع القضبان دي اربع اجزاء على شكل حرف يو. بعمل سنة كبيرة ناحية الزاوية المنفرجة، وسنة صغيرة ناحية الزاوية الحادة. هنا برضو سنة كبيرة وسنة صغيرة، هنا سنة كبيرة وهنا سنة صغيرة، هنا سنة كبيرة وهنا سنة صغيرة. بعدين بحط معوجات، بحط معوجة برضو في الزاوية المنفرجة، واحدة هنا وواحدة هنا، وقصاد كل جناح بحط معوجة، وهنا أحط معوجة، وهنا أحط معوجة، وهنا أحط معوجة. أنا كده عملت أربع قضبان على شكل حرف يو. بعدين حطيت معوجتين للزاوية المنفرجة في النص أو جوه، وأربع معوجات بره قصاد كل جناح. وفي الآخر بمد بتقل على السكة الرئيسية. الطرف ده زي ما هو، هنا ما عنديش أي كريفات عشان ما عنديش دوران، كل سكة ماشية في مسارها. والطرف ده زي ما هو، والطرف ده زي ما هو. أنا كده عملت الشكل التاني اللي هو التغطية على المائل. هيفرق إيه بقى في التغطية على التعامد؟ التغطية على التعامد مثلا هيبقى الشكل عامل كده، الناس في سكة طالعة وفي سكة داخلة لمين، الاتنين بيتقاطعوا. هاجي أعمل برضو أربع قضبان على شكل حرف يو، بس هتلاقي إن السنتين قد بعض عشان وأنا عندي زاوية منفرجة وعندي زاوية حادة، فهعمل هنا السنتين قد بعض. تاني معنى إن السنتين قد بعض إن أنا مش هحتاج أحط معوجات عشان السمك هنا قد السمك هنا، فخلاص مش هحط معوجات، بس هزود بس حاجة في الآخر اللي هي بيسموها معوجة صندوقية، بيعمل صندوق كده في النص بيسموه معوجة صندوقية. وفي الآخر أتقل برضو على السكة الرئيسية في الأربع جوانب، واللي جنب من دول مستمر وهكذا. يبقى الفرق بين التغطية المايلة على التعامد إن على التعامد الحرف يو الطرفين قد بعض، السنتين قد بعض، فمش هحط مش هحط معوجات، وهحط بس معوجة صندوقية في النص. دي كده الرسمة التالتة. الرسمة الرابعة هي رسمة التحويلة. وقلنا من شوية إن التحويلة عبارة عن مفتاحين عكس بعض، فبالتالي لو عندي سكة فوق كده وتحت على مسافة اتش سكة تانية، المسافات دي المفروض إن احنا عارفينها، المسافة دي ودي ودي، دي كده اللي هي جي، ودي اللي هي اتش، ودي اللي هي جي. وانا عايز اوصل للسكتين ببعض عن طريق سكة مايلة كده، برضو عرضها هو جي، المسافة دي برضو جي، فانت هتلاقي في الرسم ان المسافة دي قد دي قد دي. دي الحاجات اللي الدكتور بيركز عليها، لكن انت ممكن تنسى تفاصيل عادي، لكن الاخطاء الباينة قوي دي بيتضايق منها. هنا هعمل مكان المفتاح، وهنا هعمل مكان المفتاح. بعدين مكان الإبر، هنا الزاوية المنفرجة فأحط الإبر هنا، هنا الزاوية المنفرجة هنا فأحط الإبر هنا. بعدين أرسم كل إبرة واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة، وبعدين أضيب كيرف وجناح، وهنا أضيب أفقي وجناح، وقصاد كل جناح أحط معوج، وهنا معوج. هنا بالمثل أعمل إبرة مقفولة وإبرة مفتوحة، وأعمل أضيب كيرف وجناح، وهنا أضيف أفقي وجناح، وقصاد الجناح ده أحط معوج، وقصاد الجناح ده أحط معوج. في الآخر أتقل على السكة الرئيسية. هنا عندي أضيف، أعمل قصاده أضيف في السكة الرئيسية، وأكمل السكة كده، وأكمل السكة لتحت. هنا برضو عندي أضيف، أعمل قصاده أضيف في السكة الرئيسية، وأكمل السكة كده، وأكمل السكة كده. باقي السكة تبقى خطوط مستمرة عادي. يبقى كده الفكرة ان القطر اللي جاي من هنا هيجي يلف كده
وبعدين هيمشي في مسار عادي وبعدين يلف كده. فدايما اتأكد ان سهم الحركة ماشي مع المفتاح. هنا برضو سهم الحركة ماشي مع المفتاح، هنا الحركة ماشية كده، لكن هنا الحركة ماشية كده، عشان كده المفتاح هنا في الاتجاه ده، وهنا مثلا مقعر لكن هنا مفتاح محدد. تمام، دي كده الرسمة الرابعة اللي هي التحويلة. الرسمة الخامسة اللي هي المقص. المقص زي ما قلنا عبارة عن تحولتين عكس بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي سكة فوق وسكة زيها تحت، وعايز اربط بينهم بتحويلتين عكس بعض. اعمل هنا مثلا اول تحويلة، وعشان انا عارف ان هي تحويلة متماثلة فلازم الاطوال تبقى قد بعض، هنزل هنا بخط رأسي وهنا بخط رأسي، احدد النقطة دي والنقطة دي، هنا برضه هطلع بخط رأسي وهنا هطلع بخط رأسي، احدد النقطة دي والنقطة دي. اوصل الاربع نقط دول ببعض ازاي؟ اوصل دي بدي واوصل دي بدي، عشان في الاخر يبقى الشكل متماثل في النص، عشان يبقى المقص متماثل. بعدين احدد مكان الاربع مفاتيح، هنا في مفتاح، وبعدين الابره في الزاويه المنفرجه، هنا في مفتاح، وبعدين الابره في الزاويه المنفرجه، هنا في مفتاح، والابره في الزاويه المنفرجه اللي هي هنا، وهنا مفتاح وابره في الزاويه المنفرجه اللي هي هنا. بعدين نعمل الابر، نرسم القضيب كيرف وقضيب افقي و معوجه ومعوجه، وبعدين اعمل كيرف للسكه الرئيسيه. هنا برضو اعمل ابره وابره، واعمل قضيب كيرف وقضيب افقي وجناح وجناح ومعوجه ومعوجه، واعمل كيرف للسكه الرئيسيه. هنا هعمل قضيب، هعمل سنة إبرة مقفولة وإبرة مفتوحة، وبعدين أعمل كيرف، وبعدين قضيب، وبعدين جناح جناح وجناح، وقصاد كل جناح أعمل معوج. هنا برضو في إبرة مقفولة وإبرة مفتوحة، وهنا في كيرف، وهنا في خط أفقي، هنا قصاده جناح، وهنا قصاده معوجة ومعوجة. يبقى عملت أربع مفاتيح عكس بعض، فاضل لي بس في النص إن هنا الخط ده ماشي في استقامته والخط ده ماشي في مساره، كل واحد ماشي في مساره، يبقى هعمل في النص تغطية. التغطية هيبقى عندي مثلا أربع حروف يو، هنا برضو متماثلين عشان الزوايا متماثلة، فمش هعمل معوجات خارجية، هعمل بس معوجة في النص، معوجة في النص. فهعمل هنا معوجة في النص في الزاوية، في الزاوية المنفرجة ولا في الزاوية المنفرجة. لو لقيت الشكل بتاعك يعني الزوايا مش قد بعض، ممكن تخلي دي مثلا سنة كبيرة ودي سنة صغيرة، وتحط هنا مثلا معوجتين على حسب الرسم بتاعك هيطلع شكله ازاي. لازم تتأكد في الآخر إن الطرفين قصاد بعض نفس السمك، فدي مش دايما بتظبط معاك إن الاتنين يبقوا قد بعض. آخر حاجة نتقل على السكة الرئيسية، نحط أربع كيرفات للأربع مفاتيح. هنا في كيرف عملناه بالأول، بعدين أوصل الخط اللي فوق ده مستمر، والخط اللي تحت ده مستمر، هنا في برضو ده مستمر وده مستمر، بالمثل هنا ده مستمر وده مستمر. نيجي بقى في الحتة اللي في النص، هتلاقي هنا في مثلث فوق ده كده وده كده وده كده، ومثلث قصاده تحت، في الآخر توصل الأطراف بعدها، توصل الطرف ده بالطرف ده، وتوصل الطرف ده بالطرف ده. تمام كده، كده عملنا مقاس متماثل عشان المسافة بين المفتاحين من تحت هي هي المسافة بين المفتاحين من فوق. عشان كده في البداية قلنا واحنا بنرسم نطلع بخطين من هنا وننزل بخطين من هنا عشان نوصل الطرفين ببعض ويطلع في الآخر الشكل متماثل. بعدين عندي الرسمة رقم سبعة اللي هي المقص غير متماثل، نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت بس باختلاف بسيط، في اختلاف في بداية الرسمة بس عشان ازاي اخليه غير متماثل.
هعمل برضو سكتين فوق ده، وعشان برضو اللفة تطلع حلوة هعمل في النص سنتر لاين. هيساعدني ازاي؟ اول حاجة اعمل هنا مثلا السكة المايلة الاولى بنفس العرض بتاع السكتين اللي فوق، وبعدين اقيس المسافة دي اللي هي المسافة دي واقررها الناحية التانية بالمثل، برضو المسافة دي اقررها الناحية التانية، بعدين اوصل مثلا الخط ده بالخط ده، وبعدين الخط ده بالخط ده، اعمل نفس العرض. فكده هتلاقي ان الشكل بيتقاطع عند السنتر لاين، وهتلاقي المسافات فوق قد بعض وتحت قد بعض، لكن المسافة بين المفتاحين فوق أصغر من المسافة بين المفتاحين تحت، عشان كده عملت سنتر لاين عشان الرسمة في الآخر تطلع مظبوطة. أي نعم المسافات فوق أصغر من تحت وهو ده المطلوب، لكن عشان الرسمة تطلع حلوة يبقى المسافة دي قد المسافة دي والمسافة دي قد المسافة دي. في الآخر ده نعمل الأربع مفاتيح زي المفتاح زي المقص المتماثل بالظبط، مفيش أي اختلاف. دي هسيبها انتوا تكملوها، سهلة إن شاء الله. بعدين عندنا الرسمة رقم 8 اللي هي المقص اللي هي المفصلة. قلنا في البداية المفصلة عبارة عن تغطية زائد مفتاح، فهعمل أول حاجة سكة في الاتجاه ده وسكة تانية في الاتجاه ده. أول حاجة التغطية بتتكون من إيه؟ إن أنا هعمل أربع قضبان على شكل حرف يو، سنة كبيرة وسنة صغيرة. أحط هنا مواجه، أحط هنا مواجه، وسط كل جناح أحط مواجه. بعدين عشان أزود بقى المفتاح هاجي جوه التغطية نفسها، أعمل هنا إبرة وهنا إبرة، وأوصل بينهم كده بكيرف، كيرف محدب أو مكعب حسب اتجاه الحركة. حركة مثلا في الاتجاه ده هعمل كيرف محدب لفوق، وأعمل زيه مفتاح تاني تحت. اعمل هنا كده اعمل كيرف للسكة الرئيسية نفسها، السكة الرئيسية اعملها كيرف في الاتجاه ده، وازود هنا مفتاح تاني ليه طرف هنا واعمل له ابرة، وليه طرف تحت واعمل له ابرة. فكده عندي اربع ابر، ولازم في الاخر الاربع ابر يبقوا على استقامة واحدة. تمام، نرسمها تاني بس بشكل اكبر عشان توضح. عندي مثلا سكتين اهو وسكتين اهو، وانا التغطية سهلة مش هنعملها تاني، نعمل بس المفتاح، نعمل هنا ابرة وهنا ابرة واوصلهم كده ببعض، واعمل كيرف للسكة الرئيسية، بعدين اعمل مفتاح قضيب تاني للمفتاح. انا في الاول كنت اعمل واحد كيرف وواحد افقي، انا برضو هعمل كيرف وهعمل اتنين افقي، هعمل هنا ابرة وهعمل هنا ابرة. بقى عندي كده اربع ابر، كل ابرتين قصاد بعض متصلين ببعض، واحدة تفتح واحدة تقفل واحدة تفتح واحدة تقفل وهكذا. ففي الاخر هيطلع عندي الشكل ده. هنا عندي مفصلة مفرد عشان عندي مفتاح في اتجاه واحد. لو عايز بقى اكمل التغطية هعمل الاربع زوايا حرف يو، احط هنا مواجهة ومواجهة ومواجهة، وهنا المفروض المكان ده يبقى صغير شوية عشان احط كمان مواجهة، يعني الابرة مثلا اخرها هنا كده مثلا يعني. عشان بقى احوله انا كده عملت حركة في الاتجاه ده، بقى اسمها مفصلة مفرد. عشان احولها لمفصلة مجوز اعمل حركة في الاتجاه التاني اللي هو كده، هعمل برضو نفس اللي عملته فوق، هعمل ابرتين وهوصل بينهم بكيرف، وهعمل مرحلة في السكة الرئيسية، هعمل هنا برضو قضيب وابرة، وهنا قضيب وابرة. بقى عندي هنا ابرتين قصاد بعض وهنا ابرتين قصاد بعض، بقى كل ابرتين قصاد بعض كده، الحركة في الاتجاه ده وهنا الحركة في الاتجاه ده، دي كده اسمها مفصلة مجوز، عبارة عن تغطية زائد مفتاحين.
الشكل قبل الأخير اللي هو التفريع لخط المزدوج عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا في البداية، عبارة عن مفتاحين زائد تخطيط. عندي مثلا خط المزدوج بيتكون من سكتين، سكة رايحة وسكة جاية، يعني مثلا سكة رايحة وتحتيها أو جنبها سكة جاية. جاي بقى بيتقاطع مع خط خط مزدوج تاني، واحد مثلا طالع واحد نازل. برضو أراعي المسافات إزاي، إن المسافات دي اللي هي جي وبعدين اتش وبعدين جي، هنا برضو زيهم بالظبط جي واتش وهنا جي. بعدين أنا عارف إن أنا هعمل هنا مفتاح وهعمل هنا مفتاح، أمسح مثلا الزيادات دي. عندي هنا مفتاح فوق، هعمل برضو الإبر وهعمل إبرة مقفولة إبرة مفتوحة، وأضيب وجناح وأضيب وجناح، وهنا مأوجة وهنا مأوجة. بالمثل ده أعمل سن خط الإبر عشان الاتنين يبقوا نفس الاستقامة، عشان دي غلطة مشهورة، موضوع إن الإبرة دي متبقاش على نفس استقامة الإبرة دي. فاضل بس إن أنا أعمل كيرف للسكة دي وكيرف للسكة دي. هنا السكتين واحد طالع واحد مثلا ماشي في الاتجاه ده، فهعمل هنا تغطية عشان كل واحد مساره ثابت مغيرش مساره. وأزود بقى المعوجات زي ما احنا متعودين.